لو انت بتشتكي او ملاحظ ان بطارية موبايلك بقت بتخلص بسرعة يبقى الفيديو ده ليك، تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. طبعا تلاقيك بتقول ان في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع، لكن عايز اقولك ان انا مجرب وغيرت بطارية موبايلي علشان ما امشيش على الخطوات دي. سواء موبايلك جديد او قديم فممكن تلاحظ مع الوقت ان بطارية موبايلك ما بقتش بتقعد زي زمان، او بتشتكي انها مش بتكمل معاك وعاوز تروح تغيرها بقى، او عمال تشتم في الموبايل. بس خلينا الاول نقول، مش يمكن انت بتتعامل معاها بشكل غلط؟ مصطلح السلع المعمرة خلاص انتهى، يعني مفيش حاجة الشركات بتصنعها علشان تعيش على طول، والا مش هيكون ليها لازمة قطع الغيار. فبالتالي اي شيء بتستخدمه هيجي له يوم وهتحتاج تعمله تغيير، بس الاساس هنا انك تتعامل معاه بافضل شكل علشان ما تضطرش في وقت مش وقته او في ظروف مش مناسبه ليك انك تعمل التغيير ده او تدخل في حوارات ملهاش لازمه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو من هنا، اشتراك في القناه من هنا، او العكس على حسب لغه اليوتيوب اللي عندك يعني. وخلينا نكمل. اول حاجه هنتكلم فيها هي الاساطير اللي اتقالت بخصوص شحن الموبايلات، ودي اتهبت فيها كتير بصراحه، بس هنتكلم في اخطر 3 هبدات، وقول لي في التعليقات انهي هبده فيهم سمعتها اكتر. اول اسطوره، حط الموبايل جنبك على الشاحن بالليل واصحى خده مليان. ودي يا صديقي اخطر هبده اتقالت في تاريخ الموبايلات ولعدة أسباب، أولهم وأهمهم صحتك، لأن الموبايل لو اتحط على الشاحن وحصل مشكلة في الكهرباء والموبايل قريب منك أو قريب من أي حاجة ممكن تتحرق، هيحصل ما لا يحمد عقباه، ومش محتاجين نوضح أكتر من كده. تاني حاجة، إنك لو هتحط الموبايل على الشاحن قبل ما تنام فعلاً، فممكن تحط الموبايل بالفعل على الشاحن بس تخليه قريب منك، يعني جنبك على السرير أول ما تنام، ولأن الموبايل عمال يرسل ويستقبل مع أبراج الإرسال باستمرار علشان يكون فيه شبكة، فده هيعمل مشاكل صحية شوية، يعني هتلاقي نفسك مع الوقت بتصدع أو بتدوخ، ويمكن يجيلك أرق أو قلة نوم، وتلاقي نفسك بتصحى في نص الليل مش عارف تعمل إيه ومش عارف السبب. ولو عندك شغل تاني يوم الصبح هتلاقي نفسك مش مركز، وده هيعمل معاك مشاكل. واخرهم بقى بالنسبه للموبايل نفسه، ورغم ان الموبايل يتقال عليه ان هو سمارت فون او موبايل ذكي او هاتف ذكي وهيقدر يتعامل مع عمليه الشحن، لكن كتر تعرضه للشاحن على الفاضيه وعلى المليانه هياثر عليه وهيكون فيه جهد عالي عليه. بدون دخول في تفاصيل من موقع باتري يونيفرسيتي، لكن ده هيأثر على المدى البعيد على البطارية. وده هيدخلنا في حاجة تانية وهي دورات الشحن. لو قلنا ان الموبايل بتاعك مثلا ليه 1000 دورة شحن، وده معناه انه مع الوقت هيأثر عليه. طبعا هيجي في بالك دلوقتي انك بتحط الموبايل على الشاحن بقالك فترة كبيرة وما حسيتش بأي تغيير، بس خلينا كده بحسبة بسيطة رغم اننا بتوه في الارقام اساسا. يعني لو قلنا ان ليك 1000 دورة شحن وبتحطه على الشاحن يوميا، فانت معاك 365 يوم في السنة، يعني بنقول تقريبا حوالي 3 سنين. اكيد انت مش هتلاحظ الفرق التدريجي اللي هيحصل خلال 3 سنين، ولو جه عليك ايام بقى ما حطيتوش على الشاحن سواء ما انتش محتاج او ما فيش شاحن حواليك، فده هيقلل المدة اكتر. لكن لو انت بتستخدم الموبايل باستمرار سواء شغل او على السوشيال ميديا او بتلعب جيمز، فده هيأثر من المدة دي لشهور. ولو الموبايل بتاعك غالي او الوضع ما يسمحش انك تغيره او ما بتحبش تعمل صيانه للموبايل وتفتحه، فانك تحط الموبايل على الشاحن باستمرار ده هيقرب جدا كل الحاجات دي، خصوصا زي ما قلنا لو انت بتستخدمه استخدام تقيل شويتين. تاني اسطوره كلنا سمعنا عنها وهي حط الموبايل على الشاحن اول ما يوصل 5% او لما يفصل شحن. ودي يا صديقي تاني اخطر هبده في تاريخ الموبايلات، لان بالعقل كده الموبايل يشتغل معاك لحد ما فصل، فلما هتديله طاقه اكتر هيشحر منك. بمعنى اخر ان البطاريه دلوقتي حرقت كل التفاعلات اللي جواها لحد ما نشفت، لان هي بتكون عباره عن تفاعلات، فده هيأثر عليها لما تيجي تشحنها مره تانية او تديها شحن. والافضل انك تخلي البطاريه دايما في رينج شحن ما بين 25% ل 85%. ولو انت بره او في مكان ما فيهوش شاحن، ففي وضع كده موجود في الموبايلات اسمه وضع توفير الطاقه، هو وضع توفير الطاقه الفائق لكميه القاف دي، وده هيخلي البطاريه تعيش مده اطول وهيزق معاك في الموبايل لحد ما ينفع تشحنه. تالت اسطوره، شحن ابو 5 زي شحن ابو 50 مش هتفرق، خلاص يا عم واشحن. ودي يا صديقي فعلا من اخطر الهبدات واللي تقريبا اخترعها واحد كان بخيل شويتين، لان اي شاحن مش من الشركه مش هيكون بنفس الكفاءه، هيكون اخطر لانه هيكون مغشوش، يعني مش هيوصل نفس الطاقه المطلوبه، اما هيدي شحن زياده او شحن اقل لانه مش اصلي. وعارفين والله ان ممكن الوضع ما يسمحش لشحن ابو 50 او نقول 10 من شحن ابو 5، لكن عايز الصح، لو انت معاك من ابو 5 دلوقتي قل جدا من استخدامه لحد ما يكون معاك انك تجيب ابو 50 واضرب ضربه واحده وارتاح. خلصنا من الهبدات ومن الحوارات، نخش بقى على الارشادات. نبي حلو الاغنيه، موبايلك يكون بعيد عنك وانت نايم عشان صحتك اولا، بخصوص ابراج الارسال وعشان خلايا المخ، ارجع لاول هبده لو نسيت. وكمان لو انت ظابط منبه فانت استنصح على نفسك، يعني انت علشان تقوم وتدور عليه علشان تقفله وانت شبه نايم على روحك اساسا، فده يخليك تتحرك له فبالتالي هتفوق اسرع. ما تشغلش على الموبايل باستمرار البلوتوث مع الموقع مع الواي فاي مع الهوت سبوت وتعليل الاضاءه، مش فرح ابن العمده هو سيادتك، انا بقول كده لمصلحتك، شغل كل حاجه لما تحتاجها بس. وبالنسبه للاضاءه فخليها على الوضع التلقائي عشان لما تعدي في الظل ولا تعدي في الشمس تتغير مع الوضع المناسب. الشاحن ثم الشاحن ثم الشاحن يكون اصلي، ولو باظ منك تروح تجيب غيره اصلي من الشركه
عارفين انه غالي بس مضمون وهيعيش معاك لفتره كبيره، مش علشان شاحن تضيع الموبايل كله. اديني باكد عليك وعمال بصدعك اهو. موبايلك شحن ده ما بين 25 ل 85% ما لم تحتاجه على ذمه مصالح اخرى، وانا بنفع بقى محامي، وكل ما يقل جوه النسبه دي تقدر تشحنه ليها عادي، ما تخافش يعني، خصوصا لو انت تبقى بعيد عن الشاحن لفتره كبيره. اديني باكد عليك اهو، في حاجه اسمها دورات الشحن. موبايلك ما يوصلش 100% باستمرار، هي مره واحده اسبوعيا يوصل 100% عشان يكون صحي للتفاعلات اللي جوه البطاريه. عداني لعب وازح، ما تستخدمش الموبايل وهو بيشحن، ده هيخلي الموبايل يسخن منك وهيأثر على اداء البطاريه وعلى اداء الموبايل نفسه. اديني حذرت اهو، لو كنت مستعجل على مشوار واكتشفت ان الموبايل مش مشحون اعمله على وضع الطيران، والافضل تقفله خالص يعني، هيشحن معاك اسرع. التطبيقات المستهلكه للطاقه بلاش منها، او رشد استهلاكها من اعدادات البطاريه، والتطبيقات اللي شغاله في الخلفيه او في الريسنت او في الاخيره ما تبقاش كتير عشان بتسحب من البطاريه، وكمان بتتقل على الرام يعني الموبايل هيكون ابطا معاك اصلا. لو انت واقف في مكان ما فيهوش شبكه، كل ما هتستخدم الموبايل اكتر كل ما هيخلص شحن اسرع، وده بيحصل تلقائي في الاستخدام، فاستخدمه بس لو انت مضطر وقد اعذر من انذر. ما تحملش اي تطبيق لا من المتجر ولا من بره المتجر يتقال لك ان هو هيرشد استهلاك البطاريه او هيظبط ادائها، لان اي تطبيق هتحمله هياكل من المساحه الداخليه وهياكل من الرام وهيتقل على الموبايل، ده غير انه ممكن يحتاج يشتغل في الخلفيه علشان يتابع الاستهلاك، فكده او كده هيتقل اكتر وهيسحب اكتر وهينيل الدنيا اكتر. لكن عندك تطبيق متابعه البطاريه اللي موجود في الموبايل نفسه هيقضي الغرض وزياده، ولو مش بتعرف تتعامل معاه قول لي في التعليقات علشان نبقى نتكلم عنه في حلقه سريعه. واخيرا بقى، في حلقه اتكلمنا فيها عن 7 حاجات لو ما عملتهمش بتسهل سرقه الموبايل، هيظهر لك اقتراح الحلقه فوق يمين او شمال على حسب لوجو اليوتيوب عندك، وهنسيبها تحت في الديسكربشن بوكس، اتفرج عليها هتفيدك جدا. الجزء ده هحشره في الفيديو بالنسبه للناس اللي ممكن تستغرب من موضوع الحلقه وانه مختلف عن المواضيع اللي فاتت، لكن احنا نقدر نقول اننا مخططين للحلقات الى حد ما علشان تكون متصله ببعضها، يعني نقدر نقول اننا نزلنا حاجات ليها علاقه بالموبايل زي استخدام الكاميرا وملاحظات على التصوير، وعمل حاجات ليها علاقه بصناعه المحتوى، فبالتالي كل ده هيأثر على الموبايل. فعشان كده جه الوقت اننا نتكلم عن بطاريه موبايلك، لان كل ده يعتبر تحميل عليها. وبس كده، دي كانت نهايه الحلقه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو من هنا، اشترك في القناه من هنا ما كنتش عملت في الاول، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف تعمل عنهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرتهم على الانترنت ولا لا، تقدر تسيبهم لي في تعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.